وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج لبيك. في حلقة اليوم سنتحدث عن حجة الوداع، هذا الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نطوي به الزمان والمكان. هذه الحجة التي تعتبر بمثابة منهج الحياة وبيان كثير من أمور الحج وأحكام أخرى تتصل بحياة المسلم والأمة الإسلامية ككل. في هذه الحلقة أحب أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الأنصاري، أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر، وأرحب بالشيخ يوسف عشير، إمام جامع الإمام، مشايخنا الفضلاء، حياكم الله. الله يحييكم. خريطة الحج الصحيح هي تلك التي رسمها المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيّن أحكامها جملة وتفصيلة في حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأنها كانت الحجة الأولى والأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، فيها خطب خطبة الوداع. في هذا الحج نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سنتوقف قليلا مع حجة الوداع هذا، ولن يسعنا الحديث عنها في حلقة واحدة، ولكن إنما هي ومضات عن حجة الوداع التي حجها المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الجموع الغفيرة من المسلمين بعد أن ترك مكة، يغادرها هو وأبو بكر رضي الله عنه، يريدون أن يصلوا إلى المدينة، يذهبون متخفين ويغيرون الطريق، ثم هم يعودون إلى هذا البلد المبارك معهم أكثر من 100,000 مؤمن والطريق آمن مرحبا بهم. نقف مع هذا التقرير الذي يصور لنا طريق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود للضيوف الكرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في 25 من ذي القعدة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، توجه إلى ذي الحليفة فبات فيها وصلى صلاة المسافر، وبعد ظهر اليوم التالي أحرم وتطيب ولبى بالعمرة والحج. ومن ذي الحليفة توجه صوب مكة رافعا صوته بالتلبية. في 3 من ذي الحجة وصل مشارف مكة وبات بذي طوى. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم صباحا إلى مكة من جهة كداء. في 8 من ذي الحجة أهل بالحج من الأبطح، توجه إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. في 9 سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى عرفة، فمكث فيها حتى غربت الشمس، فأتى مزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاء، ومن مزدلفة توجه إلى منى قبل طلوع الشمس إلى الجمرة الكبرى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد أن شاهدنا التقرير كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أحرم، نيته وطوافه، وقوفه بعرفة، مبيته بمنى، والكثير من هذه الأحكام، لعلي أنتقل الآن وإياكم إلى مكة مع الزميل جار الله. تفضل يا جار الله الزبداني. جار الله أنت على الهواء، تفضل. نريد أن نستفسر منك كيف هي الاستعدادات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي شقر، يا مرحبا ومسهلا بك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم، اليوم توجه الحجاج إلى مشعر منى في هذا المكان، توافد جميع الحجاج الليلة إن شاء الله، راح يكونون في يوم التروية وفي مع هذه السنة الطاهرة في هذا المكان الطاهر، ويستعدون للتوجه بإذن الله مساء الليلة، أو في نفس الوقت بعضهم راح يتوجه الليلة وبعضهم راح يتوجه في الصباح إلى عرفات
بداية الحج والحج عرفة، والحجاج بإذن الله راح يتواجدون كلهم بإذن الله غدا في عرفات ومع وقفة عرفات. طبعا أخوي شقر أنا معي واحد من الضيوف إن شاء الله راح يحدثنا عن توافد الحجاج، وهو البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، رئيس المعسكرات الكشافة في الحج وعضو اللجنة العالمية. حياك الله يا دكتور. حياكم الله وأهلا وسهلا، وتقبل الله منا ومنكم صالح أعمال. يا مرحبا فيك دكتور، ونقول لك حج مبرور هذا مغفور بإذن الله لكل حجاج المسلمين في هذا العام. ودنا تحدثنا سيادة البروفيسور عن خطتكم لتفويج الحجاج لكل المشاعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشافة كما يعلم الجميع، الكشافة السعودية أحد القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن، وهي تستعد قبل الموسم بستة أشهر من خلال تدريب الكشافة وتسجيل أسمائهم، ومن ثم توزيعهم على الأماكن التي سيعملون بها في مشعر منى وعرفات، وأيضا قبلهم زملائهم في المدينة المنورة وفي المنافذ ومدن الحجاج. الكشافة وصلوا قبل 10 أيام، تدربوا على عدد من المهام التي يقومون بها خدمة لضيوف الرحمن، من أبرزها إرشاد الحجاج سواء التائهين أو إرشاد الحجاج إلى أماكن انصرافهم من منى إلى عرفات، ومن ثم إلى مزدلفة، ومن ثم إلى منى، ومن ثم إلى الحرم. فلدينا 4500 كشاف وجوال يعملون في إرشاد الحجاج ومساعدتهم جنبا إلى جنب مع بقية القطاعات الحكومية والأهلية التي تخدم ضيوف الرحمن. هناك أيضا كشافة آخرين يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية لمساعدة الأطباء واستقبال المرضى وتوزيعهم على الأطباء، ومن ثم إيصال من لم يستطع الوصول إلى سكناه ومكان إقامته. هناك كشافة أيضا آخرين يعملون في محطات القطار لاستقبال الحجاج وتفويجهم وإرشادهم إلى أماكن سكناهم والبوابات المخصصة للدخول والخروج. أيضا هناك أعداد من الكشافة يرعون الأطفال المفقودين من خلال مراكز إرشاد. لدينا أكثر من 65 مركز لإرشاد الحجاج الإرشاد المتجول في مشعر منى، و40 مركزا لإرشاد الحجاج في مشعر عرفات، إضافة إلى أن هناك 20 مركزا مخصصا لإرشاد الحجاج التائهين الذين لا يستطيعون أن يصلون إلى سكنهم، فيقوم الكشافة بإيصالهم والتأكد من وصولهم إلى بعثاتهم وتزويدهم أيضا بالخرائط وما يحتاجونه من ماء وغير ذلك حتى يصلون إلى أماكن سكنهم. في هذا العام ولله الحمد تم تدشين الخرائط الإلكترونية التي بإمكان الحجاج إرشاد القيام بالإرشاد الذاتي من خلال الأجهزة، أجهزة الهاتف النقال، جميع أنواع الهاتف النقال وأيضا الأجهزة الحاسوبية. بإمكان الحاج أن يكتب أي معلومة عن حملته أو ما كان سكناه، سواء اسم الحملة أو رقم الحملة أو اسم المطوف أو رقم الهاتف، والموقع يقوم برسم خارطة سيره إلى أن يصل. كل هذه الجهود مكثفة وجاهزة للحجاج بيت الله الحرام، نرجو أن يستمتعوا بها وأن يتقبل الله حجهم وسعيهم. شكرا لك سيادة البروفيسور، ونشكرك على هذه المعلومات القيمة، والله يكتب أجركم وجزاكم الله خير. أخوان المشاهدين، طبعا أنا ودي أخبركم عن حجاجنا في قطر. الحمد لله رب العالمين، أبشركم وصلوا كل الحجاج القطريين والمقيمين المرافقين أو اللي حاجين مع الحملات القطرية، وصلوا إلى مشعر منى الحمد لله بأتم صحة وعافية وأمورهم طيبة، والليلة بإذن الله منهم من سيتوجه بالقطار إلى عرفات، ومنهم من سيتوجه بإذن الله في الصباح الباكر بإذن الله. هذا اللي عندي في هذه الساعة أخوي شقر، وإن شاء الله بإذن الله سنوافيكم في الساعات القادمة أو في الدقائق القادمة عن ما يحدث عندنا من فعاليات ومن مناسك عفوا جميلة وممتعة وتسعد يعني الناظر لها من خلال الشاشات. شكرا لك أخوي جار الله الزبداني، وهنيئا لكم هذا الجوار، هنيئا لكم هذا الإحرام. نسأل الله يعني يعيننا على هذا الحج السنة المقبلة بإذن الله. عودا لضيوف الكرام، الشيخ إبراهيم الأنصاري، حجة الوداع والحديث عن الحجة يعني أمر يهم كل مسلم، فماذا تعني حجة الوداع للمسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. حقيقة حجة الوداع يعني لحظة تاريخية مهمة في السيرة النبوية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب له أن يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة. وفي هذه الحجة كان النسيء قد استدار مرة كاملة وعاد الحج إلى شهر ذي الحجة. كيف شيخ؟ العرب كانت تقوم بالنسيء فتؤجل مواسم الحج، تؤجل أشهر الحرم ومواسمها. نعم. حتى تستحل القتال في بعض الأوقات المحرمة. نعم. وأنزل الله عز وجل في هذا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، لأنهم يقاتلون في أشهر حرم لكنهم يزحزحون الحرمة هذه لأشهر أخرى. كان عندهم شيخ تعظيم حق الأشهر الحرم لكن كانوا يتحايلون على هذا. نعم. التعظيم. الزمان استدار كهيئته في حجة الوداع، وحج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة كانت أمور الإسلام قد استقرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مؤتمر عام يجمع فيه جميع المسلمين ويبلغهم البلاغ الأخير، يبلغهم المبادئ الكبرى للإسلام في هذا الموضوع. نعم. وأيضا بقيت هناك فريضة واحدة من الفرائض لم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم نسكها بالتفصيل حتى هذه اللحظة، فكانت حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أركان الحج ومناسكه بالفعل أكثر من القول، وكان يقول الناس خذوا عني مناسككم. لذلك الحجة عند الفقهاء في مناسك الحج هي حديث جابر المشهور الذي يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للحجيج خذوا عني مناسككم، وفيها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أركان الحج وواجباته وما يتجاوز ويتسامح فيه. نعم. كقوله مثلا في عرفة وقفت هنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم. وقوله مثلا لمن قدم أو أخر في الذبح والرجم افعل ولا حرج. نعم. هذه كلها بيانات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكانت حجة الوداع حجر زاوية ضروري للتشريع الإسلامي فيما يتعلق بالعبادات خاصة. نعم. وللتشريع الإسلامي فيما يتعلق بالقيم الكبرى. يعني هي شيخ ليست مجرد عبادة مثل الصلاة فرض أو أداء عبادة. طبعا هي كل عبادة في الإسلام لها دور في بناء شخصية المسلم، ويعتمد دور العبادة صغيرا أو كبيرا. نعم. بعدد التكرار الذي تكرر. الحج يقوم بأعمال كبيرة جدا لكن لمرة واحدة، ولا يعني أنا أعتقد أن الحج لا يؤدي دوره إلا إذا كانت بقية العبادات أدت هذا الدور. الصلاة مثلا، الصلاة تعيد تشكيل الإنسان يوميا. نعم. يوميا خمس مرات هذا الإنسان يتصل بالله عز وجل، وتضاف إلى شخصيته إلى علاقته بالله عز وجل إضافات بسيطة لكنها متكررة باستمرار. نعم. لذلك الصلاة هي عماد الدين. تأتي العبادة التي تكسر شح النفس الزكاة. نعم. تأتي العبادة التي تنمي روح المراقبة وهي الصوم مرة في العام. نعم. ثم تأتي العبادة الأخيرة التي ترمز إلى هجرة الإنسان عن كل ما في الدنيا إلى الله عز وجل. سبحان الله. هجرة رمزية. نعم. هو يسافر من مكانه إلى مكة، هو يهجر متع الدنيا ويلبس هذا الإحرام متجهاً إلى الله عز وجل. فكانت حجة الوداع مهمة جدا في حتى في توقيتها في نهاية عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وغريب أيضا هي نهاية السنة. يعني نعم. نهاية يعني السنة يعني هي الصراحة لو أردنا أن نتكلم عن وضع الحج فالحج يعني. نعم. ليس عن حجة الوداع، عن الحج كعبادة. فهناك أشياء كثيرة يمكن. نعم. نأخذ رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة من القلب والوجدان، ونطوي فيها هذه السنين مع يعني مواقف إيمانية من حجة الوداع، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد إضافتك شيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد. أشكر لك أبو محمد على الاستضافة، وأنا يعني ما كان لمثلي نتحدث في حضرة شيخنا الشيخ إبراهيم، لكن هكذا أراد الأخوة صلى الله عليه وسلم يغفر لي. أولا قبل أن أتكلم عن ما في نفسي أمر. تفضل شيخ. يعني قضية الهم بالحج والرغبة فيه يعني لمن ذاقه أمر يعني مثل الإدمان، يعني شيء عجيب والله. يعني الواحد لما يرى الإخوة
في منى جرى الله ولا غيره، ولا الشباب اللي يكلمهم ويتواصل معهم، ولا يشوف صورهم على الهواتف النقاله، والله القلب يعني يحن، يعني القلب يحن بشكل كبير ويتمنى ان لو كان بينهم. لكن والله ما حبسنا الا العذر، وما سلوى كل هذه سلوى لنفسي اولا، ثم لاخواني اللي في انفسهم انهم ما حجوا وما كتب الله سبحانه لهم الحج، هم يعني في حزن. نعم. الله سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج في تبوك وعاد قال: إن في المدينة أقواما والله ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كتب الله لهم مثل أجركم، ما حبسهم إلا العذر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من مثال هؤلاء، أن يكتب لنا الأجر. وكما جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. هذا أولا. ثانيا، حجة الوداع، أنا يعني تكلمنا شيخ شقر قبل لما نطلع الهواء أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذه يعني بروحها تحتاج إلى حلقات. نعم. فيها من المعاني الإيمانية والروعة الأمر الكثير. أنا سأتكلم عن قضيتين من قضايا الحج عامة قبل أن ندخل في الإيمانية. نعم. أو مواقف الحج الإيمانية. أولا، قضية الاستسلام لله تبارك وتعالى في هذا الحج. نعم. يعني كيف أن الله جل وعلا أمر الناس، أو أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج فأجاب الناس كلهم. سبحان الله. يعني حتى قيل أن بعض أهل العلم يقولون، أن بعض أهل التفسير يقولون أن كل من يحج الآن للمسلمين إنما هو مستجيب لنداء إبراهيم عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج. قضية الاستسلام لله تبارك وتعالى في أمره ونهيه قضية مهمة جدا. نعم. ومتعلق قلبي كبير ينبغي أن يكون في حياة كل مسلم. صحيح. الله جل وعلا أمرنا بالحج، فإذا الله أمر: قالوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا آمنا بالله، قل آمنا بالله، هذه كلها موجودة في القرآن. نعم. فإذا قضية الاستسلام لله تبارك وتعالى وهو أصلا معنى الإسلام، بل الإسلام هو إلا استسلام. فالحج أكبر دليل. ترى الملايين تفوج من مكان إلى مكان في وقت واحد، بهيئة واحدة، بلباس واحد، بطريقة واحدة، في موقف واحد، بدعاء واحد، في سنة واحدة، بذكر واحد، هذه كلها عبارة عن إيش؟ استسلام لله تبارك وتعالى. القضية الأخرى من قضايا الحج الإيمانية موقف عرفة. أنا ما أريد أستبق الأحداث، لكن أريد أن أشبه موقف عرفة بيوم العرض الأكبر، كيف أن الله سبحانه وتعالى جرد هؤلاء الحجاج من اللبس من المخيط برداء وإزار وشكل معين، يقفون بين يديه تبارك وتعالى، والله جل وعلا يتجلى، أو لا نقول يتجلى، يقول سبحانه وتعالى ينزل كما جاء في الحديث إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في يوم عرفة، فيقول: ما بال عبادي يتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يباهي بهم ملائكته تبارك وتعالى. هكذا يوم العرض الأكبر، الناس حفاة عرات يقبلون على الله تبارك وتعالى، حتى جاء في بعض الروايات أنهم غير مختونين، غرلا غير مختونين، يأتون إلى الله سبحانه وتعالى، يقفون عرق كل واحد منهم يعني ينزل على قدره، فمنهم من يبلغ كما قال صلى الله عليه وسلم عرقه إلى حقويه، ومن يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ ومن يلجمه العرق يلجم. كل هذه موقف العرض على الله سبحانه وتعالى. أنت الآن في موقف، تأمل من حولك يوم العرض الأكبر. بعد العرض هذا تأتي الإفاضة إلى مزدلفة. نعم. الإفاضة إلى مزدلفة هذه كموقف ما بعد العرض، إما إلى جنة وإما إلى نار. الله يعافينا، الله يعافينا، نسأل الله يعني أن يلهمنا هذا الشعور، الحاج يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، نستشعر شيء من هذه المعاني، ورزقه الله عز وجل صدقا وإخلاص. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أهلا بكم وأجدد الترحاب بضيوفي داخل الاستوديو، الشيخ الدكتور إبراهيم الأنصاري والشيخ يوسف عاشير. في ظل الاستعداد لأداء الركن الأعظم في الحج، يصل الحجاج إلى منى اليوم للمبيت بها والاستعداد للتوجه إلى عرفة.
دعونا نتوقف قليلا مع مشاهد وصول الحجاج إلى منى في هذا التقرير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الريان. قناة الريان متواجدة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتم الوصول برفقة البعثة القطرية إلى منى، ونحمد الله سبحانه وتعالى بأن تم وصول الحملات القطرية أيضا وحجاج القطريين إلى منى بسلام، للمبيت في منى ومن ثم الذهاب غدا إن شاء الله إلى عرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد أن شاهدنا هذا التقرير نعود للحديث عن حجة الوداع والتي قدم من خلالها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطبته المشهورة والتي اشتملت على الكثير من الأحكام. دعونا نبدأ بوصاياه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، كيف كانت وما هي دلالاتها، ما هي الأوامر التي تهم المسلم الفرد وتهم الأمة الإسلامية، ما هي الإرهاصات التي أشارت إلى قرب رحيله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ما هي الأبعاد الشرعية لهذه الوصية بالنسبة للمسلم في حياته اليومية التي يقتبس منها ويعود من هذا الحج ليعود إلى البناء في هذه الحياة الدنيا؟ فضلت الشيخ إبراهيم الأنصاري، تعليق على حجة الوداع، نأخذها وصية وصية. الحقيقة خطبة الوداع أصح الرواية أنها كانت في يوم عرفة، خطبة عرفة، ووردت روايات أنه نفس الأمور كررت في خطبة يوم عيد النحر وأيضا في أيام منى. ويبدو أنه لأهمية هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يوصل هذا البلاغ لأكبر عدد ممكن من الناس، ولذلك اللازمة المهمة في خطبة الوداع، نعم، ألا هل بلغت؟ فيقول الناس اللهم نعم، فيقولهم اللهم فاشهد، ويشير بأصبعه بسبابته إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس. الذي أخذه من هذا أن هذا بلاغ، يعني رسالة يشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أنه بلغها. فهنا القيم الكبرى، ملخص الإسلام، ملخص الرسالة، وضعت في خطبة الوداع. هذه الجملة اللي تفضلت بها أخي الشيخ شقر هي الجملة التي أرست قيمة الإنسان، حرية الإنسان، حق الإنسان،
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الإنسان مؤتمن يجب أن يكون مؤمن على حياته وعلى ماله وعلى عرضه، ولا يجوز اعتداء إنسان على إنسان. وهذه الجملة الرئيسية سبقت ميثاق حقوق الإنسان الذي تقريبا جاء بكلمة مشابهة لهذا، حق الإنسان في الحياة. شيخ يعني هذا يشمل حقوق كثيرة، أنت تقول هذه ملخص وموجزة. نعم، حق الإنسان في الحياة يشمل حرمة الاعتداء على حياته بالقتل، حرمة الاعتداء على حياته بالمضايقة، بالتضييق، بالأسر بغير حق، بالسجن بغير حق، كل هذه الأمور، الظلم، مضايقة الإنسان، تعذيب جسده أو تعذيب روحه ونفسه، كل هذه الأمور شملت هذه العبارة الموجزة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم. المال كذلك. ويأتي التفصيل بعد هذا أن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، ليؤكد على أن الأموال حرام ولا يجوز الوصول إلى مال الإنسان إلا بطريق مشروع برضا نفس من هذا من صاحب المال ومن الآخر. نعم. فهنا هذه الجملة تقرر حقا، تقرر شعارا عاما من حقوق الإنسان، وقد سبق فيه الإسلام المواثيق الدولية بقرون، أكثر من 13 قرنا قبل إقرار مواثيق حقوق الإنسان. يعرف قيمة هذا من كان يعرف كيف يعامل الإنسان، كيف ينظر للإنسان. الحضارات المعاصرة تعتقد أن الإنسان درجات طبقية، يعني نعم هي طبقية، يعني الحضارة الأوروبية تعتقد أن الإنسان الأبيض أميز في الخلق من باقي البشر، وأنه أحق بثروات الكون وبثروات الأرض من باقي البشر، وبناء على هذا تفهم تصرفات الأمم الاستعمارية كيف كانت تستعمر وتقتل الناس وتسلب الثروات، لأنها في مخيالها، في عقل الباطن لها أن الناس ليسوا سواسية، وأن دماءهم ليست حرام، دماء الأفريقي والآسيوي ليست حرام على الأوروبي، هكذا يعني لا يستشعر هذه، وإنما وصلوا لهذا الميثاق بعدما طحنتهم الحروب ورأوا أنهم قد جاروا كثيرا في انتهاك الدماء، وصلوا إلى قضية أن الإنسان يجب أن يكون مكرم وأن لا يعتدى عليه. هذه القضية أقرت منذ زمن بعيد، بل وطبقت، وأنا أصر هنا أنها طبقت منذ زمن بعيد. الإسلام حينما جاء أرسى احترام الإنسان بإنسانيته لا باعتقاده فقط. الإنسان محترم لأنه إنسان، فإذا آمن زاد احترامه. نعم. بمعنى الإنسان الغير المسلم إذا دخل في عهد الإسلام أو دخل في ذمة المسلمين له احترامه وعصمة ماله وعصمة روحه وعصمة عرضه مثله مثل المسلم سواء بسواء. لا يجوز نعم يدافع عنه، ولا يجوز الاعتداء عليه، بل يعاقب من اعتدى عليه. وهذا يؤكد نظرة الإسلام إلى الإنسانية على أن الإنسان هو المخلوق المكرم لله عز وجل، وأن مهمة المسلم تجاه الإنسانية مهمة دعوة وهداية وإنقاذ، وليست مهمة قتل وإجبار وإكراه كما يحلو البعض أن يصور عن الإسلام أو يصور عن الإسلام. الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. نعم. يعني كان ستجد يعني من تتبع قول الله عز وجل يا أيها الناس وكلام الله عز وجل عن بني آدم مثل الآية التي استشهدت بها، يدرك أن هذه الرسالة تعامل مع الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالخطاب موجه للناس. العجيب أن أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهو أول أمر في القرآن. شيخ يوسف، لعل سائل أو إنسان يقول في خطبة الوداع، خطبة العيد، خطب الجمعة، الدروس الوعظية، في ميزة خاصة في هذه الخطبة تجعلها يعني لها هذه المنزلة نحن نفردها بحلقة أو نتحدث عنها، مع أن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ودروسه وكذا كانت كثيرة، شو الميزة في هذه الخطبة؟ الميزة شيخ شقر أنها خطبة الوداع. الصحابة كانوا ينظرون لها هذه النظرة. هذه النظرة لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله سبحانه وتعالى جاء هذا النص في معرض حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وإلى آخره، إلى أن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تتفاوت أفهامهم. نعم. جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية أتيت عمر فإذا هو يبكي، وجاء في بعض الروايات قد جثى على ركبتيه يبكي، فقال ابن عمر يا عمر ما يبكيك؟ قال والله ما بعد التمام إلا النقصان. ففهم الصحابة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تم له الدين لم يعد الناس، لما تم الدين لم يعد الناس إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم كشخص بينهم، فإذا أتى في أنفسهم وفي قرارة أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. فإذا كان هذا أكثر وأكبر أمر تأثر في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يفارقه، فينقطع الوحي ما بين السماء والأرض. هذا أكبر ما يميز هذه الخطبة عن غيرها. من القضايا المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعزي نفسه بين أصحابه، ويفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن في هذا العمل وفي هذه الحجة وداع له. فإذن ليست كخطب النبي صلى الله عليه وسلم الباقي السابق. لماذا؟ لأنه أرسى فيها القواعد الكبرى للإسلام كما ذكر الدكتور، بلغ فيها أنه قريب المفارقة لهم صلى الله عليه وسلم، كانت أوعى للنفس وأسمع، لأن كما ذكر الدكتور قبل قليل كانت أول حجة يحج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيها إرساء كثير من تفاصيل الحج، فكان كل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وذلك الموقف محل وعاء، محل استيعاب. لأنه لا يتكرر مثل هذا الموقف بعد ذلك. فمن هنا أتت أهمية حجة الوداع. حجة الوداع ما هي إلا إرهاص من إرهاصات وداعي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ولهذه الحياة ولهذه الدنيا. إذن نحن نحتاج أن نقف معها وقفات. من الأشياء المهمة في قضية اللي ذكرها الدكتور، أنا دائما أحرص على هذا المفهوم المهم جدا الذي يغفل عنه كثير من الدعاة ومن الخطباء على المنابر، قضية الاستسلام لله تبارك وتعالى في الحج وفي خطبة حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني شيخ؟ جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس في أي يوم نحن، هذا في حديث إن من بعض روايات إن أموالكم ودماؤكم، قال في أول الرواية قالوا في أي يوم نحن، فسكت الصحابة رضي الله عنهم قالوا الله ورسوله أعلم. شوف الاستسلام لله تبارك وتعالى، هم الآن يعلمون، هذا جاء في يوم النحر، الحديث هذا في يوم النحر. قال لكن هم يعلمون في أي يوم هم ويعلمون في أي شهر هم، لكن قال الله ورسوله أعلم. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما سألنا اعتباطا، أكيد سألنا لأن فيه شيء وراء هذه. فلعل قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هذا اليوم سيتبدل اسمه. إيه، إن هذا اليوم سيسمى بغير اسمه. شوف الاستسلام والطاعة والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى من رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم نحن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا فسكت، قال أبو بكر فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال أليس بيوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال في أي شهر نحن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. شوف أنت هذه تدرج حتى جاء قال إنما إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي، وأول دم أضعه دم ابن الحارث بن عبد المطلب. أو قال النووي رحمه الله في الشرح في لأن الرواية جاءت عند مسلم، قال وكان ابنه رضيعا عند بني سعد فقتلته ذيل، وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم. قال وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس. حتى جاء رسول الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا يا رسول الله قد بلغت ونصحت. فأشار بإصبعه إلى السماء ثم أشار إليهم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقام علينا الحجة ببلاغه لنا الدين مرة، وقد أقام علينا الحجة بإشهاده الله تبارك وتعالى
علينا على أمته صلى الله عليه وسلم بأن بلغ لهم الدين. فمن هنا هذا أي أهمية لهذا الموقف بعد هذا؟ أي أهمية لهذا الموقف بعد هذا؟ يعني كانت خطبة متميزة عن باقي الخطب، كان فيها علامة لمفارقة هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، ربما لم يتفطن لها كل الصحابة ولكن تفطن بعضهم. كان فيها تلخيص إلى أهمية حرمة الإنسان وماله. شيخ إبراهيم، عودا لك، مسألة الإنسانية أشرت إليها، ولكن كثير من الناس يظن أن المال ليس له قيمة في الإسلام، لأن الإسلام مثلا زهد في هذه الدنيا أو لم يرغب فيها كثيرا لغفلتهم عن بعض الجوانب التي أشار إليها الإسلام عن المال. نستمر في الحديث عنها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الشيخ إبراهيم الأنصاري، كنا نريد أن نتحدث عن المال ونظرة الإسلام إليه. قلت أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الإنسان ثم المال. قضية المال في الإسلام قضية مهمة جدا وحساسة، ولعلي أختصرها إن شاء الله في 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 عبارات موجزة. الأصل أن المال مال الله عز وجل، نعم، وهو الذي يؤتيه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، نعم، من مال الله الذي آتاكم. فقضية أن المال مال الله عز وجل وأن الإنسان مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هي نظرة الإنسان للمال. لا يحث الإسلام على ترك المال وترك الدنيا، بل يعتبر المال أداة من أدوات العبودية، وعلى الإنسان، والذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل. فقد لا تريد المال ويعطيك الله إياه جبرا عنك، فكيف تفعل فيه، كيف تعمل فيه؟ هو هذا مناط العبودية لله عز وجل، هذا مناط مثل ما قدم الشيخ يوسف، مناط الاستسلام لله عز وجل في ما يؤتيني. هذا المال إذا أتاني الله عز وجل منه، علي أن أستسلم له سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى عنه. نعم. ومما أمر ونهى عنه ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في خطبة الوداع، أمر الربا. ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عمي العباس. نعم. وأمر الرضا في التعامل المالي، يعني الرضا شرط في نعم نعم. والرضا هنا أريد أن أتكلم عنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضا منه، أيضا نص من نصوص خطبة الوداع ذكر هذه الجملة. قضية أن الإنسان لا يخدع عن ماله، لا يجبر على دفع ماله لشيء لا يحبه، لا يدفع يعني يجد الإنسان في بعض الأحيان نفسه مدفوعا دفعا إلى أن يشتري بعض الأشياء التي لا يريدها من ضغط الدعايات وضغط الترويج وضغط الإعلام، يجد نفسه مدفوعا أن يشتري بعض الأشياء التي لا يريدها، يدفع ماله في أشياء لا يريدها. كل هذا مما نبه عليه الإسلام، أنه لا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه. فعلى الإنسان أن وهو يتعامل في المال يتعامل فيه بعبودية، فلا يكسبه إلا من حل ولا ينفقه إلا في حل. ولنعلم أن القضية التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست قضية تصرف فردي في المال. ألا إن كل ربا موضوع، والنبي يقول وأول ربا أضع، لا بحكم أنه عمي العباس، أول ربا أضعه بحكم أني من يتصدى لموضوع التشريع لهذه الأمة، أضع ربا العباس وأضع معه كل ربا. لماذا؟ لأن الربا مهلكة ممحقة. نعم. والموضوع هذا لو عندنا مجال نشرحه، حتى نشرحه بطريقة يعني علمية، هو ليست القضية قضية غيبية فقط. نعم. الربا يمحق البركة لأن آلية التعامل بالربا تولد في السوق، نعم، أموالا غير حقيقية دائما. مثل ما تفضلت أنها وصايا كانت مختصرة، ولكن نعم، معانيها جدا نعم، عظيمة وبعيدة، نعم، معاني عميقة جدا. ويكفي أن تعلم أنه منذ أن أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في السنة العاشرة للهجرة إلى اليوم، ونحن نعيد ونزيد في شرحها ونؤلف المؤلفات فيها، ولم تنقضي حتى الآن نهمة المسلم ونهمة المجتمع من هذه الخطبة. فقضية الربا قضية مهمة جدا، لأنها بالفعل تمحق البركة،
والله عز وجل قد قال في كتابه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. وهناك تقابل عجيب بين الربا والصدقات. سبحان الله. نعم. يعني التوافق لأن الحاجات التي يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يقترض بالربا لها يفترض أن المجتمع المسلم قد سدها بالصدقات. يعني احتياج الإنسان لعلاج لتعليم لغير ذلك ينبغي أن يكون الإنسان أمنت له هذه الحاجات. نعم. فإذا لم تؤمن له من طريق ربح وكسب مشروع فإن المجتمع ينبغي أن يتحملها. نعم. شيخ عن طريق الصدقة. اهتم الإسلام بالمال فقال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أطول آية في كتاب الله هي آية الدين وأيضا هي في المال. والله موضوع المال مستقلا عن الحج يحتاج إلى أكثر من دقاء. نعم. أنا ودي أن يقف مع شيخ يوسف في مسألة المال من ناحية إيمانية. يقول لك يا أخي المال هذا من عرض الدنيا يعني أهم شيء إحنا نصلي وكذا. يسأل العبد عن المال. أكثر ما يؤرقني صراحة قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى أن قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جاء بعض التابعين إلى الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه فقالوا يعني يسألونه في هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فقالوا يرحم الله وأبا عبد الله أو غير الأسودين. يعني إحنا الآن ما نجد إلا التمر والماء كيف نسأل عن النعيم؟ فقال الزبير قال ليس ذاك أما إنه سيكون وليسألن يومئذ عن النعيم. يعني الله سبحانه وتعالى أراد بها أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ما فيه هو من نعيم عليه الصلاة والسلام وما نعيمه إذ ذاك. قال لما جاء إلى حائط أبي طلحة قال فأتاه بعذق من الرطب فجعله بين يديه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل منه أبو كرعمه ثم تسألون يومئذ عن النعيم. فإذا بيان ما سيؤول إلى الحال. نحن الآن بل مش لسنا نحن لو رجعنا إلى الزمن الماضي في القرن الثاني الهجري في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان جباة عمر ويعني من كان يقوم على زكاة أموال المسلمين إذ ذاك يخرج إلى بلاد المسلمين فيطوفها جميعا لا يجد من يستحق الزكاة فيعطيها إياه من كثر ما اغتنوا. نعم. وهؤلاء لسنا الآن فما بالك الآن في زمننا اللي أصبح الآن يعني شيء بسيط يعني باب الشيء بالشيء يذكر. نعم. موازنة الدولة مثلا مثال أو هذا صرحوا يعني الحكومة جزاهم الله خير في الجرائد قبل فترة. نعم. أن موازنة الدولة في هذه السنة بدأت على أن سعر النفط كان $55 للبرميل. نعم. ثم ارتفع إلى 140 صار عندهم فائض هائل جدا. هذه أموال نسأل عنها. فإذا قضية المال ليست فقط أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا المال لكن أيضا نبهنا أننا نسأل عن هذا المال. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع ذكر منها عن ماله من أين اكتسبه مش بين اكتسبه وفيما انفقه. يعني قضية الكسب يسأل عن المال مرتين شيخ يعني هو الشيء الوحيد اللي يسأل عنه العبد في عرضه على الله تبارك وتعالى مرتين. قال يسأل عن قال أول شيء عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. يعني السؤال عن المال في ضربين. نعم. قضية الكسب اللي ذكرها الدكتور قضية لا يكون الكسب محرم لا يكون من ربا وغيره هذه مهمة. نعم. لكن أيضا في أمر ثاني إحنا نغفل عنه وين حطيت الفلوس هذه. أيوة. نحن الآن نعيش في ترف رهيب. نعم. يعني كلنا إلا شيخ هذا كله كان يعني متضمن حق خطبة الوداع في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني 23 سنة من الدعوة لما يوصي الناس في أموالهم يستحضرون هذه المعاني العظيمة من سور القرآن أنزلت في المال من آيات من أحاديث من تجارب. يعني قد إحنا نكون مثلا قرأناها في الكتب نزول التشريع أو الحياة من عاش التجربة هذه تنزل عليه هذه الآية فيستذكر كل هذه المعاني. أصلا أنت لو تتبعت السيرة. نعم. ستجد أكثر ما يكون من عناد يعني كبراء قريش. نعم. كان من أجل المال. يعني كان مثلا يعني أبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. ما الذي رده قبل أن لا يسلم؟ قال لأنه علم أن في الإسلام قوانين للمال. المسألة ليست بسائبة تدين وتستدين كيفما تشاء وتبيع وتنجش في مالك. القضية وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم من كبار من لم يسلم. احنا زاحمنا الوقت بس كلمة أخي. احنا بالأمس كنا نتكلم عن موضوع بناء الكعبة. وقلنا أن قريش لما جاءت تبني الكعبة وتشارطت أن لا تضع إلا من خالص مالها وحلال مالها عجزت عن بناء الكعبة.
فتخيل الثروة الكبرى عند قريش، قريش من أغنى من أغنى القبائل، نعم. عجزت أن تبني بناء صغير بمال حر، وهو يعني وهذا يعني أن الأموال كلها كانت معظمها محرم، نعم. فهذه الرسالة التي جاءت تقنن موضوع المال، نعم، كانت تهدد مصالح. ونحن نقول الآن تطبيق شرع الله عز وجل يهدد مصالح، نعم. يهدد مصالح بالفعل، مصالح على المستوى المحلي ومصالح على المستوى الدولي، نعم. ولذلك يعني ننبه هنا إلى عدم جواز الاحتيال على شرع الله عز وجل، نعم. في بعض التعاملات، بعض المعاملات الإنسان يحتال، يقوم بإجراء معاملة تشبه التعامل الإسلامي في باطنها، وهذا الشيء كله متضمن حق وصية النبي صلى الله عليه وسلم في المال، نعم. احنا الوقت زاحمنا، فنريد التركيز على الوصية المهمة في مسألة التوحيد ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذ كانت يعني كان يخاطب فيها المؤمنين في ذاك الزمن، ينقلونها إلى جيل بعد جيل، ويخاطب فيها العالم ككل. فمع شيخ إبراهيم نريد أن نتحدث، طيب، عن خليني أقدم بمقدمة، وهي أن كل شعائر الإسلام، نعم، تمارسها أنت يا شيخ شقر وأنا والشيخ يوسف نمارسها بأجسادنا، نعم، إلا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف فهي، نعم، نعقد عليها القلب، نعم. الحج هو الممارسة الفعلية لهذه الكلمة. تأمل في نداء الحج الخالد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. موضوع التلبية عندنا احنا حتى في عرفنا في هالقطر، كلمة لبيك أعلى في الاستجابة من حاضر ومن نعم ومن آمر ومن سم، نعم. لبيك هي أعلى مستويات الاستجابة، فالإنسان بهذه الطريقة يستجيب لله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، يعلن التوحيد، لا شريك لك لبيك، إن الحمد، ويقدم الحمد على النعمة والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا يشير إلى أن الله عز وجل مستحق للحمد حتى لو لم ينعم، ويبعد أن الله عز وجل لا ينعم، الله عز وجل نعمه متوالية، ولكن استحقاقه للحمد لا بسبب أنه أنعم، وليس الحمد هو من يسبب النعمة، فالله عز وجل يحمد قبل أن ينعم سبحانه وتعالى، بل أنه ينعم سبحانه وتعالى دون أن يطلب، تبارك من رب سبحانه عظيم. الحج في خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بشارة، وهو أنه بعد جهاد 23 سنة والمعركة الكبرى التي خاضها النبي والصحابة مع رؤوس الكفر ومن ورائهم إبليس، فإن إبليس وصل للنتيجة، قد يئس أن يعبد في أرض العرب، أن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب، لقد هدمت الأصنام وهدمتها القبائل التي كانت تعبدها، وأذعن الناس لله رب العالمين، نعم، وأسلموا لله عز وجل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وقد يئس الشيطان أن يعبد في أرض العرب، لن تعود أرض العرب أرض شرك إلا في نهاية الزمان بعد أن تقبض أرواح المؤمنين، لن تعود أرض العرب أرض شرك، ولكن يعني في التفاوض في المنافسات الخاسر دائما يقبل بأقل الأرباح، نعم. قال ولكنه رضي بما تحقرون من ذنوبكم. كيف يعني؟ هذه الذنوب التي نفعلها ولا ننتبه لحجمها. كنا نتكلم قبل قليل عن المال، عن صرف المال. الشيخ يوسف، نعم، يقول نقطة لا ينتبه لها الناس أنه يصرف المال وسيسأل عن هذا الصرف فيما أنفقه. تعرف أن صرف المال، إذا قلت أنا حر في مالي أصرفه كيف أشاء، نعم، فأنت تعتقد أن هذا المال مالك، فتنازع الله عز وجل في ملكه للمال، ونحن قررنا أن المال مال الله عز وجل، فعندما تقول لا هذا مالي أنا أتصرف فيه، إنما أوتيته على علم، تقول قول قارون إنما أوتيته على علم، حينئذ هذا الأمر الحقير الذي تعتبره حقير إذا تراكم بعضه على بعض، إذا تصرفت المرة تلو المرة تلو المرة تؤكد لنفسك أن هذا المال مالك، وتنازع الله عز وجل كل مرة في ملكية هذا المال، فقد تصل إلى ما يرضاه الشيطان منك، وهو الرجوع عن هذا الدين، أن يرجع الناس كفارا في جزيرة العرب يعبدون الشيطان، يعبدون الأوثان، يأس الشيطان من ذلك. شيخ هذا، لكن أن يتصيد المسلمين واحدا واحدا بهذه المحقرات، هذا الذي يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه. يعني كيف مجموعها أمة لن تعود إلا في يعني في بعض الأحاديث أنه لن تقوم الساعة حتى معنى الحديث أنه تعبد اللات مرة أخرى في عند قبائل دوس.
تعبد اللات مرة أخرى، وهذا يعني أنه في نهاية الزمان، وهذا لا يكون في 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 ظهور الإسلام. نعم. شيخ يوسف، معنى التوحيد موجود في حجة الوداع وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من مرة، وبل أشار إلى أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنه النبي الخاتم. رسالة توصلها عبر توحيد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا شيخ سقر، الله جل وعلا ما شرع لنا كل ما نحن فيه من العبادات إلا للا إله إلا الله. نعم. ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كل ما تفعل أنت من العبادات إنما هي لتحقيق لا إله إلا الله. نعم. فإذا وما جاء الرسل، شوف أنت استعرض سورة الأعراف واستعرض سورة هود، قال كل ما جاء إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم. كل الرسل جاءوا حتى أول ما بدأ التشريع، خلنا نأخذها تدرج سريع ما نطول ما نطيل. أول ما بدأ التشريع، أول ما بدأ إحنا قال القرآن عندنا عهدين، عهد بن زمن، العهد المكي والعهد المديني. العهد المكي كان مقرر للتوحيد والقضايا قضايا الإسلام الكبرى. يا أنا سنجعل لكم شعوب وقبائل تعارف وكذا كذا إلى آخره، زين. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة العهد المدني، قضية التشريع، تحريم، تحريم الخمر، تحريم المحرمات، المباحات، قضايا النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله، أفعاله، سنة، تقريراته، إلى أن جاء إكمال الدين، فعاد مرة أخرى إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أنت من يوم تدخل في الإحرام كما ذكر الدكتور بلبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، أنت قد استجبت لنداء الله تبارك وتعالى أن يعبدوني لا تشركوا بشيء، يعبدونني لا يشركون بشيء. ثم جئت إلى موقف عرفة متجرد من ثيابك وتقف تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله ما تدعو مع أحد غيره. إذا كان يوم النحر أتيت لتنحر هديك لله، والمشركين كانت تنحر وكانوا ينحرون لغير الله. كل هذه المعاني إنما جاء الحج ليقرر مسألة قضية التوحيد. الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت الدين كله بأحكامه وتفاصيله وفروعه، الآن لا إله إلا الله. قضية يؤوس الشيطان يعبد في جزيرة العرب أن يعبد ويتخذ إلها قد يئس، قد كان وقد كان اتخذ إلها عند بعض العرب، وبعض العرب كانت تتخذ الأصنام واسطة بينها وبين الله. إذا هذه القضايا، قضايا الشرك الكبرى، يئس الشيطان منها، لكن ترك محقرات الذنوب اللي ذكرها الدكتور، وترك قضية الشرك الخفي اللي يخفى على كثير من الناس. أن يعمل الإنسان عملا، أن يعمل الشرك الخفي. الشرك الخفي عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الرياء، لكن الشرك الخفي أنواع. نعم. معنى الشرك الخفي أو معنى الشرك إيش؟ أن تعمل عمل هو لا يكون إلا لله، تريد مع الله غيره، هذا مختصر. أنت الآن تصلي، الصلاة الأصلها تكون لمن؟ لله. فتريد بها منصبا، جاها، مالا، أيا كان. خروجنا في هالبرنامج يا شيخ شقر، أنا وأنت وشيخ إبراهيم ومن يأتي من إخواني من بعدي ومن يأتي من إخواني من قبلي، خروجنا في هذا البرنامج، كلامنا مع الناس، هو الأصل أن يكون لله. لماذا؟ نحن نوجه الناس، إذا ما أردنا به وجه الله تبارك وتعالى، أردنا به أي شيء آخر، إذا نحن أشركنا مع ربنا تبارك وتعالى أحدا غيره فيما ينبغي أن لا يصرف إلا له. فإذا هذه الأشياء المحقرة اللي إحنا ما نلقي لها بال، هذه التي تقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، ومحقرات الذنوب فإنهن إيش يا شيخ شقر؟ يجتمعن على المرء حتى يهلكن. الله يعافينا. فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. نعم. شيخ إبراهيم الأنصاري، الحج مثل ما أشرت هو الركن الخامس، ثم العجيب في سورة الحج يأتي وصف المحسنين مرتين، والسورة التي تلي الحج يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، كأن تتم الأركان الخمسة ويبدأ الخطاب. درس تربوي في نصف دقيقة تعطينا إياه خطبة للمشاهدين في مسألة خطبة الوداع. أنا دعني أتكلم عن الحج كقيمة. نعم. كعبادة، يعني يمكن خطبة الوداع الآن نصف دقيقة ما تكفيها، لكن نتكلم عن الحج. الحج خلاصة عبادة المسلم. نعم. الحج توجه بالجسد والروح إلى الله عز وجل. الحج عبادة تلمس فيها الشعائر، وقضية تعظيم شعائر الإنسان طبع خلق. نعم. يحب التجسيد، يحب أن يجسد أمامه الأمور، ولذلك الله عز وجل رعى هذه النقطة في الإنسان، فجعل له مناسك وشعائر حتى يحس بطعم الإيمان. الحج فرض مرة واحدة في العمر،
لكي يشير هذه الرحلة تشير للإنسان إلى رحلته الأخيرة للدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا به لقاء خير علينا وأن أمين. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليومي لبيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.